عمر أملي الكاتب العام الفيدرالي الوطني لأربع محلات مهنية تصوير المغرب، الفيدرالية اللي كتمثل القطاع ديال التصوير بجميع الأطياف ديالو، بحكم أن هذا القطاع فيه محلات التصوير، مختبرات التصوير، وكذلك المهنيين الأحرار اللي كيخدموا في المناسبات والأعراس، وكذلك لي سيمينار. هذا القطاع هذا اللي كانت عنده واحد وقفة قبل من الحجر الصحي، بحكم أنه أولا قطاع كيعمل مباشرة مع المناسبات والأعراس، واللي كانوا توقفوا بحكم التجمعات الكبيرة اللي كتكون فيها، وهذه المناسبات هذو اللي فئة كبيرة من المستخدمين ديالنا ديال المحلات ديال التصوير، ولا المحلات ولا المصورين الأحرار كيشتغلوا في هذه المناسبات هذو. كذلك من بعد حالة ديال الطوارئ المحلات ديال التصوير كافة سدوا المحلات ديالهم، بحكم أن هذه المحلات أولا كيشتغلوا مع الإدارات بما فيهم البطاقة الوطنية، جواز السفر، كذلك الرخص ديال السياقة. الإدارات كلها اللي تم الإغلاق ديالها من بعد الإعلان ديال حالة ديال الطوارئ، ديك 3 أشهر كلها المحلات ديال التصوير ولا المصورين الأحرار ولا المختبرات ديال التصوير كلهم كانوا شهدوا واحد الشلل، زعما شلل نهائي. الفيدرالية الوطنية أربع محلات مهنية تصوير المغرب قامت بواحد البادرة في هذا الحجر الصحي باش يبقى التواصل ديالها مع المهنيين ديال القطاع ديال التصوير، من خلال واحد البرنامج ديال عدسة المصور اللي كيتبت مباشرة في صفحة ديال الفيدرالية، واللي تواصلنا فيه مع المهنيين بجميع الأطياف ديالو، ولا المهنيين الأحرار ولا المحلات ديال التصوير ولا مختبرات ديال التصوير. عالجنا فيه مجموعة من الأمور، حاولنا أننا نشوفوا نحطوا واحد طريقة العمل ديالنا من بعد هذه الجائحة هذه. حطينا جميع المعطيات، كانت من الأبرز ديالها بأنه اليوم حنا كمهنيين ديال هذا القطاع هذا كان لازم أولا نتضامنوا بيناتنا ونشوفوا حلول ديالنا حنا داخلية، وكذلك حلول خارجية اللي صغناها على شكل مقترحات. من المقترحات اللي طالبنا بها أنه أولا يتم الإعفاء ديال هذا القطاع هذا من الضرائب ديال 2020 والتأجيل ديال الضرائب 2019، كذلك أنه تعطى واحد القروض بدون فوائد لهذا القطاع هذا. وطالبنا كذلك بحكم انه معنا واحد الفئه كبيره من المهنيين ديال هذا القطاع هذا باش حتى هما يتهيكلوا ويكونوا بحكم انهم غير مهيكلين وما اليوم ما استفدوش من التغطيه الصحيه. طالبنا بانه يتم واحد الدراسه ديال هاد الناس هادو ديال هاد المهنيين هادو، ويتم الالتحاق ديالهم بالغرف بحكم اننا تابعين الغرفه ديال الصناعه التقليديه، باش هما يكونوا من الناس مقننين ويتم الاحصاء ديالهم باش يشوفوا هذا القطاع هذا، بحكم اننا كفيدرالية منذ النشأة ديال الفيدرالية كنطالبوا بالتقنين ديالو. اليوم هذا التقنين اللي ما كاينش في هذا القطاع هذا راه بين فينا مجموعه من العيوب. نترجو من الله انه اتخاذ بهذه المقترحات ديالنا واللي كانت مقترحات جد ايجابيه لهذا القطاع هذا الا تم الاخذ بها. المحلات ديال التصوير تم الابلاغ ديالهم من طرف السلطات من بعد ما طلقوا واحد الناس ديال البكالوريا بانهم يصوبوا البطائق ديالهم، تم الابلاغ ديالنا من طرف السلطات بانهم مسموح لنا نفتحوا، وهذا الشيء كان قبل الاعلان على الحاله ديال الطوارئ ولا التمديد الثاني. طبيعه الحال طلبنا من المحلات ديالنا كاملين بانهم اللي عنده القدره بانه اليوم يفتح المحل ديالو، بحكم ان ديك الفئه كانت فئه قليله، ماشي شي فئه اللي غنقدروا نحلوا المحلات ديالنا وغنخدموا ونشتغلوا كاملين. بعض المحلات خدموا اشتغلوا حلوا المحلات ديالهم، طبيعة الحال راعوا جميع الظروف الوقائية باش يوقيوا أولا الأنفس ديالهم وكذلك الزبناء ديالهم. من بعد درنا واحد حملة كبيرة كفيدرالية من بعد لأن جوان، بحكم أن جميع المحلات ديال التصوير بدأوا الشغال ديالهم في 1 يونيو، بأنهم يديروا جميع الوسائل الوقائية ديالهم، من بينها التعقيم اليدين، من بينها المسافات، وكذلك طلبنا بأنه المستخدمين يتم قياس ديال درجة الحرارة ديالهم باش نعرفوا الاستئناف ديالنا أولا كمستخدمين داخل المحل بأن كل شيء معافى، ومن بعد الزبناء ديالنا نوعيوهم بأنهم لبسوا الكمامات ديالهم قبل الدخول والتعقيم ديال اليدين ديالهم والتباعد ما بين الزبناء ديالنا.